انت ما تفهم حاجه عن التحكيم، انت ما تفهم حاجه عن التحكيم. مين ده؟ بس عم. يا عم انت سامعك سامعك. مش حاجه اسمها الراجل ما بيكسبش، اصل هو الراجل مش جاي من الجنه. قلت انا قصدي التريقه. خلاص يا عم مصطفى هتاخده الاول. الله حلوه حلوه حلوه. اه يا عم لا لا انزل انا. طيب اهو مصطفى هو اللي بيقول اهو. يا عم انا مالي. حلوه حلوه اهو يا نجم. عامل حديده جاب 3 اهداف. انت عملت ايه انت وانت الشبكه فاضيه وطلعتها بره؟ ايه ده كل كره عايز تلف تعدي الناس كلها. العب يا كابتن.